هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الأول، مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر، كما رددها الشارع الجزائري نكاية في تبون المزور كما قالها الشارع الجزائري والمخابرات الإرهابية وتسقط المافيا العسكرية. موضوعنا الرئيسي اليوم فيه نقطتين، فيه نقطة تتعلق بتخطيط للحراك في شهر جوان من هندسة زعيم الشر في الجزائر الجنرال توفيق، والموضوع الثاني هو الخطر الذي يشكله الجنرال سعيد شنقريحة على الجزائر وعلى جيشها. شوفوا هذا بالدليل القاطع والبرهان الساطع. نتكلموا كذلك في هذا السهرة عن 60 ضابط، يعني ضباط سامون اللي زج بهم شنقريحة في السجن ولفقت لهم تهمة من أخطر التهم. وشوفوا كيفاش جنرال بن علي بن علي راهو واقع في عيادي الجنرال المهبول البوال شنقريحة. شوفوا هذا كامل بعد ما نوجهوا التحية للإخوان والأخوات اللي راهم معنا، قادة حنافي ومدينة ربعة وحكيم أيوب وحميد حباز من تروى، مدينة تروى في فرنسا. هذه مدينة كانت مشهورة بالأقمشة التكستيل كيما مدينة روبي، وعندها فريق كرة قدم نظن نلعب فيه صيفي. تحية كذلك لبو شعيب السايح ده اليوم، خونا مصطفى الدحماني وحمد عروسي رضا بن المدينة، حمد عزات مصطفى الدحماني طبعا راهو معنا دايما، محمد دمران حمدان وحسن فريمان ويحيى ترونتكات. تحية لكم جميعا، لكل إخواني يتابعوا على المباشر ويتابعوا في التسجيل. ندخل يعني مباشرة في الموضوع، بما أنه الوقت دائما ضيقنا نحاول باش نعملنا لايف في النهار بعد ما ندير تاع الفرنسية، لأن كثير إخوان لحقوا نشوف أنه فيها عدد كبير من إخواني اللي تابعوا اللايف الفرنسية، ولكن يعني واحد مع العطش مع الجوع مع كذا يعني واحد يشد بصح تلحق الخمسة ستة تاع العشية امبوسيبل بنادم باش يحكي مع كذا ما يشرب ما والو بزاف. أمور التراويح ثاني كيف كيف، بنادم يدخل شوية عيان واحد ياكل شوية باش كذا في الفطور ما ناكلش بزاف عبان شوية كذا دونك هذاك واحد يفطر ذاك الاخر الكل الفطور تاع مر التراويح، وبنادم يبدا يعني تشوف الوقت يداهمنا كما يقولوا في القنوات تاع بودورو. طيب جينجل وندخلوا لصلب الموضوع بعد الفاصل.